يا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم عدنان وهذا فيديو جديد. اليوم جمعه ولانه رايح اعمل كم شغله فقررت اخذكم معي، فخليكم. انا عندي مصاري كثير فاتمنى ان بتضيعها، فاخر شيء عملته انا ضيعت شهاده سباقه، فرايح اطلع وحده جديده. وصلنا على دي سنترال، تقريبا هي اكبر محطة في ستوكهولم. في كتير باصات، كتير كل شيء، من الدول قطارات الكبيرة والصغيرة كلها بتطلع منهم. الترافيك بركت هون، كل الناس تعمل امتحان هون. عملته انا كمان نفس الشيء عملته هون، فهلا بدنا نروح نشوف شو اسمه، بدنا نروح نشوف كيف نطلع. على الاغلب بس اتصور وادفع مصاري، واحد يدفع تقريبا 250 كرون يعني 25 دولار عشان يطلع واحدة جديدة، حق الكرتونة والبلاستيك اللي تاخذه. المهم صورنا مرة كمان وبعدين زبطت، وبس حيبعتوه يعني وليد، فهي مشكلة لازم اشوف كيف بدي اجيبها او حضيع وقت كتير لبين ما تجي. جينا ناكل بما انه لسه في عنده مقابلة شغل، بعدين نروح مع ماما حتى نجيب اغراض من ايكيا، ف لازم ناكل شيء الصبح ما فطر، لانه باخذ دواء للغده وما بخليك تشرب حليب. الشيء الوحيد اللي يخطر على بالي اكل الصبح هو الشوفان، فما ما قدرت اخذ لانه باخذ مع حليب. خلصنا ريحان قابلت الشغل. هي محطة واحدة ما تتخيل. هلا انا بوستر مام، لانه بوستر مام يعيش بس الاغنياء، فهم تلاقي فيراري، بورش، رولكس، جوتشي، هدول الشغلات الكتير غالية. خلصنا المقابلة، مشيت منيح، ما حكوا، ما سألونا كتير اسئلة شخصية هيك، بس حكوا لنا كتير عن الشغل. ما بعرف ليش يعني، ما بعرف شو بعد المقابلة، بس جينا على المكان هذا اللي مرة صورته بالفيديوهات اللي كان كله زهري، هلا صار كله اخضر. راح هذاك الورد، في ناس مليانين هون. جانا من جهة ثانية فضلوا مزينينه حلو كتير. كل فترة بيحط لنا شيء بس ما أكل شغلات. اكثر شيء مزعج انه حدا يجي يقول لك ممنوع تصورهم، لازم التصريح تتصورهم، كانه عم يرفض فرصه لدعايه ببلاش، لانه انت باختصار ما تعرف مين حواليك، وممكن يكون حواليك، ممكن حدا يكون معه مليون متابعه واقف عم يشتري من المحل تبعك، تقول له ممنوع تصور، بقول لك ايه اوكي حطيتي بيمشي عادي، بينما اذا ما قلت له هيك رح يشتري ويحكي على للناس اللي عنده شو اشترى. واي اللي صار كنا واقفين بالايكيا واجت سالتني عم تصور، ممنوع التصوير هناك بدك تصريح، قلت لها ما راح اصور هون. وصلنا على البيت. ايه سو الفقرة الثالثة كان فيها شيء اسمه انه انسى الاسماء وتذكر بس الافعال وساوي بس الافعال، تمام؟ وحكى فيها الكاتب عن شغلتين، تمام؟
وهي ان الواحد لازم يشتغل على حاله ولازم يعمل الشغلات اللي راح توصله للحلم تبعه، ولازم ابدا ما تفكر بالالقاب اللي الناس تنسبها لك لانه ابدا مو مهمة وما راح توصلك لشيء، بالعكس هي راح تحدك. لانه مثلا اذا انت دكتور راح تقول انه انا شو اللي خليني اجرب الفن، انا ماني فنان انا دكتور وبس، فما راح اجرب شيء ثاني. من هاي الشغلة ما حتخليك تجرب شغلات جديدة. الشيء الثاني انه حاول تشتغل على شغلك حتى يصير كأنه لعبة لإلك، ولما يصير بالنسبة لك مثل لعبة بوقتها انت حتستمتع كتير لما تشتغله، وحتصير تشتغل على دائما بهذا الوقت تقدر تنتج اكتر، لانه انت بشكل مبسط راح تشتغل اكتر وراح تحب الشغل وراح تقضي عليه وقت اكتر، وبهذا الوقت هذا الشيء راح يساعدك حتى تنتج اكتر. وبس هذا كان الكتاب. المهم هذا كان فيديو اليوم، صارت الساعة 11 وربع. هلا بدي اقعد اعدل الفيديو اللي راح تنزل يوم الثلاثاء. لما تشوف هذا الفيديو حيكون نازل اليوم الثلاثاء، الفيديو اللي عدله هلا حينزل يوم الاثنين الماضي. فلا تنسى تكتب لنا رايك بالفيديو تحت، وتحط عليه لايك او ديسلايك اذا ما عجبك، ما تعرف مين عجبه ومين ما عجبه. الشيء الحلو انه اخر فيديو نزل اللي هو الاسبوع الماضي، يعني من اسبوعين لما تشوف هذا الفيديو اجى عليه اكتر عدد لايكات، يعني عم تزيد كل مرة احسن، فهذا كتير كتير شي بيبسط. ووصلنا 500، انا كتير مبسوط بهذا الشي. شكرا كتير لكل حد اشترك بالقناة، واللي ما اشتركت شو عم تستنى؟ راح تشترك في يوم من الايام لما اصير كبير. بس متى ما بدك. المهم اشتغلوا على احلامكم، نشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.